بس الله يخليك ما تخلي حدا يعرف. حضرتك أحمد طاهر؟ نعم. ولا شو عايزينه خمس دقائق إن شاء الله بتروح. هاي خمس دقائق رح توقف. قد زمان إن شاء الله بتروح. أنا تحت حراسة غير مشددة. شو هذول اللي جايبينهم؟ ليش بدك أنت؟ أنا مش بورصة سيدي. ليش صاف معهم؟ انقلع يا قصر. ارفع. زلمة طويل عريض زيها بنحبس على 1800 ليرة. أنت طمني شو حكى لك المحامي؟ أي محامي؟ سيدي أنا بدي أوكل المحامي لو سمحت. ليش محامي ليش؟ هاي كتبت لك ثلاثة شهور. خالي حكمت. لا. ألو. لك هاي أضرب وأضرب. وزلمة إذا ما بتلمسك. بدك الضو؟ أنا بدي. ما هي كلمة ستلك؟ بكرة لما تطلع راح تشتاق لأيام السجن.